في تتمة أخبارنا، شدد اليوم وزير الموارد المائية علي حمام خلال اجتماع جهوي مع مدراء أو مديري القطاع، شدد على ضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال لتوفير الماء الشروب لجميع البلديات تحسبا للشهر الفضيل وكذا فصل الصيف. تابع اليومية فيما يخص التسربات المائية، التسربات المائية في المدن بكثرة. كذلك تفاهمنا مع المؤسسة التطهير المياه القذرة اللي نشوفوها في الطرق، هذه نزيدوا نحيوها. تكلمنا على المشاريع اللي راهي جارية، انت التأهيل تاع الشبكات باش المقاولات اللي تخدم ما تحليش 5 كيلومتر 10 كيلومتر، تحل 100 متر ديال لا روميزونيتا. نديروا المعدات لي زيكيبمون كيما لي ستاسيون دو بومباج، لي ستاسيون دو ريبريز، لي ستاسيون دو ريلفاج، المضخات هذو يكونوا موجودين، ما يبقاش احنا كي نبداو في الصيف يقول لي ما عنديش. وكذلك الحضور نتاعهم لازم يكونوا حاضرين في الشواطئ. ودرت هذا الاجتماع مع لاسيال دالجي باش يحضروا امورهم، درت مع لاسياكو اونيفو دو كونستانتين دي زاسبيا، ودرت نتاع ورون، ودرت دوك حنا مع المدراء كل ما تبقى لهم نتاع الصحراء.